عزيزي مولود الجدي، مرحبا. كيف رح يكون شهر أيار مايو 2024 بالنسبة لك؟ من أحلى الأشهر على الإطلاق، يعني أنت اعتبارا من الشهر القادم رح تدخل مرحلة فلكية جديدة، فودع لنا هالمرحلة الحلوة. طبعا مرحلة إيجابية ما أنا سيئة أبدا، بس هذا الشهر من أحلى الأشهر، الشهر اللي بتلاقي فيه حلول، اللي فيه مثابرة، فيه مواظبة، فيه تحقيق لبعض الأهداف، فيه إيجاد لبعض الحلول، ممكن كتير يكون فيه بحبوحة، وفرة مالية تحصل عليها، عمل ناجح بالنسبة لك، والأهم والعنوان الأكبر العواطف. العواطف جدا حاضرة مولود الجدي بهذا الشهر. بنشوف اللي انت بالفترة الماضية او الشهر الماضي يمكن اهملت شوي اصدقائك، اهملت علاقاتك الاجتماعية، اهملت هندامك، اهملت شكلك، بترجع بتعوض بهذا الشهر، بتهتم اكثر، بتدخل تعارف جديد، تعارفات جديدة، علاقات واسعة، ممكن كثير تهتم بشكلك، بمظهرك، يعني الرومانسية بتزورك بهذا الشهر مولود الجدي لتحدد أمورك العاطفية كيف رح تكون ولتأخذ قراراتك النهائية فيها. في مصالحات قادمة، في سفر للبعض مواليد الجدي، ولكن الأهم أنه الوفرة المالية رح تكون حاضرة إن شاء الله. طبعا الشمس موجودة بالثور، المشتري كوكب الحظ موجود بالثور، الأورانوس موجود بالثور، أورانوس هو كوكب مال بالنسبة لك، فممكن كثير لأنه هو موجود مع الشمس وموجود مع المشتري ببعض الأيام ممكن هيك تجيك نوع من المكاسب والأرباح المفاجئة، يمكن يلي تعمل لك سعادة واستقرار، تستعيد الاستقرار لحد كبير، ولكن الشيء اللي بيبقى شوي هيك مسار لشوية تعب هو الأمور الصحية. الأمور الصحية ناتجة عن تواجد المريخ ببرج الحمل بموقع يمكن يا أما أمر صحي بخصك، يا أما بخص الوالد الوالدة، أحد أفراد العائلة، يعني في عندك انشغالات بهذا الموضوع أو أنت شخصيا، يعني أمورك الصحية بشكل مباشر. هلأ الأهم بهذا الشهر كل الكواكب داعمة مولود الجدي لإلك، حتى ولادة واكتمال القمر داعم أيضا لإلك، ولكن الأهم الحفاظ دائما على أسلوب اللين والرقة بتعاملاتك وخاصة مع أفراد العائلة. مقبل كثير من مواليد الجدي ممكن مقبلين على تغيير إقامة أو ربما عقار، مواضيع عقارية، فحاولوا أنه بهالفترة ما تتسرعوا بالقرارات، سواء بانتقال، ببيع، بشراء، باستثمار معين، يعني أي وضع بيخص أموركم العقارية، شؤونكم العقارية، إقامتكم، سكنكم، سفركم، حاولوا تأجلوا لبعد منتصف هذا الشهر، يعني من 15 لآخر الشهر هي الفترة ممكن كتير عطارد يكون داعم لإلكم، حتى على صعيد أوراق وحتى مواضيع سفر أو توقيع وعقود واتفاقات جديدة. أمورك بشكل عام جيدة، كثير من مواليد الجدي، كثير منكم ممكن يلاقي نصفه الآخر بهذا الشهر أو يعلن ارتباطه أو خطوبة معينة أو زواج مثلاً، أو يكون في فرصة جدية بحياته. كل الكواكب بمنزل الحظ ومنزل الحب وأمور العلاقة بأولادك مولود الجدي إذا عندك أولاد. كمان في أحداث بتخص أولادك، يعني إذا حابب أنه يكون في بيبي جديد بحياتك فهذا شهر مناسب، إذا ما في أي موانع أخرى، مواضيع بتخص الأولاد، سفر لأحد الأولاد، ارتباط، زواج، نجاح، عمل، كل هاي الأمور بدك تحطها بعين الاعتبار، وكل جدي وحسب ظروفه بالتأكيد، بس اللقاءات رح تكون حلوة وممتعة، جذبيتك بهذا الشهر رح تكون كتير عالية، وبالنتيجة رح تكون راضي عن نفسك بشكل كامل. ولادة القمر ببرج الثور بالنسبة لك طبعا هي تعتبر بثماني الشهر، تعتبر ولادة جديدة، سواء كان لا علاقة عاطفية، علاقة عاطفية مو ضروري تكون جديدة، ممكن نفس علاقتك العاطفية ولكن تاخد شكل تاني أكثر إيجابية، ممكن مصالحة، ممكن صفحة جديدة مع شخص أنت معه، ممكن صفحة مع شخص من الماضي تفتحها من أول وجديد، بس يعني هذا شهر للشفاء لمولود الجدي ولإيجاد الحلول. اكتمال القمر ببرج القوس يشير لسفر بتاريخ 24، ممكن بيجيك جواب
بيجيك جواب على مسألة كنت منتظرة، إما بتخص دراسة، إما بتخص سفر، إما بتخص وضع صحي، تأخذ الجواب اعتباراً من هذا الوقت. طبعاً بهذا الشهر قدراتك الحوارية مولود الجديد رح تكون كتير عالية، قدرتك على الإقناع والتأثير بالآخرين مهمة جداً وبأقل جهد ممكن، يعني بعتبر إنه هذا الشهر لإلك لتحقق فيه النجاح ولتلمس تقدير الآخرين لإلك. أهم أيام الحظ خلال شهر أيار مايو بالنسبة لإلك هنن 7 و8 17 و18 26 و27 أيار. عزيزي مولود الجدي أكيد بلاقي لك بالشهر القادم، ولكن قبل ما وضعك بس بدي ذكرك إنه خلص كل أمورك قبل ما نوصل لواحد وعشرين، لأنه من 21 من هذا الشهر حتنتقل الشمس لبرج الجوزاء، رح تدخل بدوامة من الالتزامات والأعمال والتغييرات والمسؤوليات والواجبات، فخلص أمورك المهمة بالثلاث أسابيع الأولى من هذا الشهر. أيضاً المشتري حيغادر الثور مركز الحظ ورح ينتقل لجوزاء، رح يعطيك حظوظ تانية ممكن تكون بمجالات مهنية جديدة.